عشان طيب رجع لنا الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي. استاذ شريف اهلا بيك. مساء الخيرات استاذ ابراهيم، تحياتي لحضرتك ولاستاذنا المهندس عادل القيعي ولمشاهدي القناه ولجمهور النادي الاهلي العظيم. اهلا بيك يا استاذ شريف، اتفضل. يعني اود فقط ان انوه ابراهيم كما نعلم جميعا انه معالي المستشار التركي ال الشيخ رئيس الهيئه العامه للرياضه في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه تقدم بمبادره كريمه ومحترمه قابلها النادي الاهلي الحقيقه بكل الاحترام ايضا، وصدر عن مجلس الاداره بيان رسمي بيعلن فيه يعني طي هذه الصفحه، صفحه الخلافات، وبيثمن هذه المبادره. وبالتالي انه قرار مجلس الاداره وبيان مجلس الاداره هو يجب كل شيء يتعلق بهذه المشكله ان صح ان نسميها مشكله، والنادي بالتاكيد غير مسؤول ومجلس الاداره غير مسؤول عن اي تصريحات لا تمثل مجلس الاداره او تصدر عن مجلس الاداره في هذا الاطار السوري. يعني هذا فقط ما اردت ان اوضحه. تمام. لحضرتك والمهندس عادل. الحمد لله وهذا ما اكدنا عليه. ان شاء الله. تمام تمام. تمام يا باشمهندس، طبعا طبعا. هذا دأبنا في النادي الاهلي. تمام يا استاذ شريف. انا بشكركم وتمنياتي لكم دايما بالتوفيق ومستمتعين بيكم. شكرا جزيلا للاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي.